السلام عليكم، أهلا بكم في الجزء الثاني من المراجعة البسيطة اللي احنا عاملينها للطلبة اللي يريدوا يلتحقوا بجامعة أو بكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا KCST. المراجعة دي معدة بواسطة دكاترة قسم الفيزياء في KCST. الجزء الأول موجود على اليوتيوب، ودي مراجعة للجزء الثاني اللي هي على بعض الموضوعات، زي مثلا المقارنة ما بين أو العلاقات ما بين المسافة والسرعة والعجلة أو displacement velocity and acceleration، وحنراجع برضو سريعا الفيكتورز أو المتجهات، وحناخد برضو مراجعة سريعة على قوانين نيوتن، وحنركز في المسائل على السكند نيوتن لو أو قانون نيوتن الثاني. بنأكد عليكم الآتي إن المراجعة دي مجرد إن إحنا بنعمل لكم عملية ريفريشنج، أو يعني بنفكركم ببعض الأساسيات اللي إحنا خدناها في ثانوية عامة، لكن المراجعة دي مش كافية للإنترانس إكزام بنسبة 100%. لازم ان احنا نراجع مراجعه سريعه للكورس اللي احنا خدناه في ثانويه عامه، بالاضافه الى ان في برضو قسم الفيزيكس عامل ليكم فيديو اخر بالانجلش، وهو مكون من اربع فيديوهات كلها بالانجلش، فيها استفاده اكبر في الشرح، فيها استفاده اكبر في المسائل، لكن احنا حبينا ان احنا نعمل لكم بالاضافه لل فيديوهات اللي هي الانجليزي، ان احنا نعمل لكم بعض الفيديوهات اللي فيها نوع من الترجمه للي بيحس ان المصطلحات الانجليش صعبه شويه. الفيديو هيبقى الشرح فيه ميكس عربي وانجليزي، لان الانترنس اكزام would be in English، the expressions totally would be in English، حتى الدراسه عندنا في KCST بتبقى mainly in English. So you have to be familiar with the English teaching and the English expressions. لكن هنحاول قدر المستطاع ان احنا يعني يبقى في جزء من الشرح بالعربي، يبقى في ترجمة المصطلحات كتير بالعربي، بحيث ان ده برضو يساعدك شوية، لكن لازم تركز على الاكسبريشنز اللي هي بالانجلش، لان الامتحان زي ما بقول لكم بيبقى الانترنس اكزام بيبقى كله بالانجلش، وفي 2 samples for entrance exam موجودين على الويب سايت بتاع KCST. يا ريت ان انتم يعني تراجعوهم او يعني تشوفوا الامثله دي عشان تبقوا شايفين نظام الامتحان يعني بيبقى عامل ازاي. مبدئيا الحاجات اللي احنا هنبدا نراجعها النهارده اللي هي العلاقات، اول حاجه اول جزء اللي هو العلاقه ما بين دلتا اكس والفيلوسيتي والاكسلريشن، اللي هي الديسبيسمنت او الازاحه، والفيلوسيتي اللي هي السرعه او المسافه، والاي اللي هي الاكسلريشن او العجله. تمام، اول حاجه لو انا بتحرك من نقطتين، من نقطه مثلا انيشال لنقطه فاينل، يعني من نقطه ابتدائيه لنقطه نهائيه، فالمفروض ان بيبقى في فرق مسافه ما بين الاثنين اللي بنسميه الازاحه او الديسبيسمنت اللي هي الدلتا اكس. الدلتا اكس دي وانا بتحرك انا باخد زمن اللي هو تي او دلتا تي علشان ابدا اتحرك من نقطه البدايه لنقطه النهايه. وبالتالي ابسط قانون للسرعه، ودي بنسميها الافريج فيلوسيتي او السرعه المتوسطه، اللي هي بتساوي دلتا اكس اوفر دلتا تي، اللي احنا كنا بنقول عليها من ثانوي القانون البسيط اللي هو مسافه على زمن. طيب لو انا عايز ادرس الاكسلريشن، الاكسلريشن او العجله اللي هي او التسارع اللي هو معدل تغيير السرعه، وكلمه معدل او ريت يعني معناها ان انا بجيب النسبه ما بين الحاجه اللي بقيسها المعدل وما بين الزمن، فيبقى الريت او المعدل معدل السرعه، يعني بشوف تغيير الفيلوسيتي مع التايم اللي احنا بنقولها بشكل بسيط اللي هي سرعه على زمن. طيب في حاله لو كانت الاي دي كونستانت وذ تايم، يعني ثابته مع الزمن وما بتتغيرش، وارد طبعا ان العجله تبدا تتغير هي كمان مع الزمن، وارد انها تكون ثابته مع الزمن. في حاله لو هي ثابته بيبقى في الايكويشنز اوف موشنز، الايكويشنز اوف موشن او معادلات الحركه اللي افكركم بيها، ان لو اوبجكت جه يتحرك من نقطه
البدايه الانيشال لنقطه النهايه. فالمفروض ان هو بيبتدي بفي انيشال او سرعه ابتدائيه، والمفروض ان هو يوصل لنقطه النهايه او نقطه نهايه المساله، مش شرط نقطه نهايه الحركه اللي هي السرعه النهائيه او الفي فاينل، والمفروض ان هو هيقطع مسافه دلتا اكس في زمن تي او دلتا تي، والمفروض طالما في تغيير في السرعه ما بين الفي انيشال والفي فاينل يبقى في اكسلريشن اللي هو تغيير السرعه مع الزمن. لو افترضنا ان العجله ثابته مع الزمن او الاكسلريشن would be constant, then in this case there are three main equations of motion, او في ثلاث معادلات للحركه اللي هم بيوصفوا العلاقه ما بين الخمسه بارامترز دول او الخمس عوامل دول او المتغيرات دول. اول حاجه اللي هي الفي انيشال equal الفي فاينل سوري equal في انيشال بلس اي تي. ساعات بقى الرموز بتختلف، يعني ممكن نسمي السرعه الابتدائيه دي يو والسرعه النهائيه في، ما تفرقش، المهم نفس المعنى يعني. طيب القانون ده لو تاخدوا بالكم ما فيهوش دلتا اكس او ما فيهوش المسافه، فلو انت عايز قانون يبقى فيه المسافه يبقى القانون الثاني لو دلتا اكس ايكوال في انيشال تي بلس هاف اي تي سكوير. القانون الثاني ده يا شباب ما فيهوش الفي فاينل او السرعه النهائيه، لكن القانونين دول لو تاخدوا بالكم فيهم الزمن، ففي قانون ثالث اللي هو ما فيهوش بقى الزمن اللي هو في فاينل تربيع ايكوال في انيشال سكويرد زائد 2 اي دلتا اكس. ساعات بنسميها دلتا اكس، ساعات نسميها دي لان المسافه، ساعات نسميها اس بغض النظر. تمام، اهم حاجه تعرفوها يا شباب ان من الخمسه بارامترز دول، هعمل لكم المعلومه دي بلون مختلف على الوايت بورد اللي احنا بنشرح عليها. من الخمسه بارامترز دول احنا عندنا خمس حاجات: في انيشال، في فاينل، دلتا اكس، دلتا تي، واكسلريشن. من الخمس حاجات دول يا شباب لازم عشان تقدر تحل البروبلم اللي عندك يو هاف تو نو 3 بارامترز، يعني لازم يكون في 3 بارامترز نونز. خلاص، فطبعا الكلمات بقى اللي احنا عارفينها حتى من ثانوي نفتكرها سوا، لما يقول لي مثلا starts from rest يعني الفي انيشال بزيرو او السرعه الابتدائيه بزيرو، goes to stop يعني معناه ان السرعه النهائيه بزيرو، الجسم هيقف. تمام، لو قال لي مثلا ان الجسم او البادي از فريلي فولينج او فولز فريلي، يبقى معناه ان الجسم بيسقط سقوط حر، يبقى الاي بتساوي جي اللي هي عجله الجاذبيه الارضيه اللي هي 9.8 متر بير سكند سكويرد او 9.8 اللي ساعات بنقربها وتبقى 10، لكن الافضل انها تبقى 9.8. وفي الحاله دي طبعا الاكسلريشن هتبقى ثابته لان عجله الجاذبيه الارضيه بنفترض ان هي ثابته في المساله بتاعتنا. فلازم قبل ما تدخل على الثلاث معادلات دول بتوع الحركه لازم تبقى انت عندك ثلاث حاجات تبقى عارفها. خلاص، فلو اخذنا مساله على الكلام ده، بصوا كده على المساله دي، انا بحل لكم كده حاجات بسيطه من الانترنس اكزام جايدز او اللي هي الامثله اللي موجوده على الويب سايت. فمثلا مثال زي ده بيقول لي ايه: car traveling at 15 meter per second starts to decelerate steadily. واحده واحده، اولا ال 15 متر على الثانيه دول يا شباب اللي هم الفي انيشال. هتقولي طب انت ما قلتش في المساله ان دي انيشال فيلوسيتي او انيشال سبيد. ما انا بعرفها منين انها سبيد او فيلوسيتي او سرعه؟ انا بعرفها من الوحده، ان الوحدات متر على الثانيه، دي وحده سرعه. خلاص، يبقى كلمه ستارت يعني تديني ايحاء ان السرعه دي هي سرعه ابتدائيه. تو ديسيلريت ستيدلي، ديسيلريت اللي هي اوبوزيت تو اكسلريت، اكسلريت اللي هي تسارع، ديسيلريت اللي هو تناقص السرعه، او ان العجله انا متوقع انها بالسالب لان الجسم سرعته بتقل، اللي هي كانك بتدوس على البريكس او الفرامل. خلاص، ستيدلي ات مينز يونيفورملي او بثبات، ودي اللي احنا متفقين عليها ان عشان تطبق معادلات الحركه لازم تكون الاي كونستانت. فكلمه ستيدلي يعني معناها ان العجله ثابته. طيب بعد كده بيقول لي ايه: ات كمز تو ا كومبليت ستوب، يعني معناه ان هي هتقف بشكل كامل، يعني هيبقى السرعه النهائيه في المساله هتوصل لكام؟ لزيرو ان 10 سكندز. يبقى انا هاخد تايم تي او دلتا تي اللي هو 10 سكندز. مهم جدا ان في البروبلم ان انت تطلع الجيفنز تبقى بشكل واضح. خلاص، طيب
ايه المطلوب مننا هنا؟ بيقول لي what is what the acceleration، عايزين نعرف sorry what is the acceleration، عايزين نعرف العجلة بكام. خلاص لو ابتدينا بالإكويشن الأولانية اللي هي ال v final equal v initial plus a t ونبدأ نعوض، هتلاقي ان ال v final بزيرو equal v initial اللي هي 15 plus a في t، ال t اللي هو 10 وال a ال unknown، يبقى هودي ال 15 الناحية التانية بالماينس، يبقى minus 15 equal 10 a، وبناء عليه يبقى خليني بس اعملها لكم تاني بالانوتيشن يعني واكتب لكم الرقم، يبقى هنا ال A لما تيجي تحسبها هتبقى minus 15 over 10 يعني minus 1.5 meter per second squared. اليونتس مهمة جدا يا شباب، الاكسلريشن هي velocity على time، يبقى الفيلوسيتي الستاندرد يونتس بتاعتها اللي هي متر بير سكند اوفر التايم اللي هو سكند، يبقى متر بير سكند بير سكند كمان تبقى متر بير سكند سكوير. طبعا الاي طلعت هنا نيجاتيف، مفيش اي مشكله لان ده it was expected from the beginning of the problem because it's mentioned decelerate، وحتى لو ما قاليش كلمه decelerate انا متوقع يا شباب ان السرعه بتقل، طالما السرعه بتقل يبقى في تناقص للسرعه مع الزمن، يبقى اكيد العجله هتبقى كميه سالبه. خلاص طيب ده كان مثال على معادلات الحركه. طيب تعالوا نروح للوايت بورد بتاعتنا مره تانية، وبرده يعني نقول لكم برده فكره تانية او يعني حاجه تانية ان احنا نراجعها، اللي هو موضوع النيوتنز لوز اوف فورسز او قوانين نيوتن الثلاثة. خليني كده اراجعها معاكم بسرعة، ان الفيرست لو اوف نيوتن اللي هو كان بيقول ايه، هقولها لكم بالعربي وبالانجلش، كان بيتقال لنا الجسم الساكن يظل ساكن او الجسم المتحرك يظل متحرك بسرعة ثابتة ما لم تؤثر قوة عليه. خلاص فده بالانجلش اللي هو at F equal zero unless a force is exerted on a body the body would remain constant، يعني الـ velocity تبقى بزيرو او حتى الـ velocity تبقى بكونستنت، يعني طول ما انت مش مؤثر باي قوة يبقى معناه الجسم الساكن يفضل ساكن زي ما هو، او لو في جسم متحرك بسرعة ثابتة انت شغل الكروز كنترول مثلا في العربية يبقى السرعة تفضل ثابتة طالما انت ما اثرتش عليها بقوه، اللي هي ان انت بتدوس على الاكسلريتور بتاع العربيه او دوست البنزين اكتر، او ان انت بتدوس على الفرامل وبتبطئ العربيه، يبقى انت كده بتبذل قوه. خلاص طالما ما فيش اي قوه يبقى حاله الجسم تفضل زي ما هي. تمام طيب what about if we have a change in velocity with time، يعني لو انا عندي تغيير للسرعه مع الزمن يبقى ساعتها هيظهر الترم بتاع الاكسلريشن، وساعتها بقى ان الاكسلريشن دي بتيجي من الفورس resulted from the force او القوه اللي هو قانون نيوتن الثاني المشهور ان الاف ايكوال ام اي، وعلى فكره الاي في الاساس هي فيكتور او متجه والفورس كذلك او القوه برضو متجه يعني ليها مقدار واتجاه، لكن الام دي لو تفتكروا اللي هي الماس او الكتله ودي كميه قياسيه او سكيلر، فده نيوتن سكند لو and this law is very important in problems. خلاص ده بالنسبة للمسألة أو بالنسبة لقانون نيوتن الثاني. طبعا قانون نيوتن الثالث اللي هو حوله لكم بالعربي وبالإنجليزي اللي هو لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، يبقى each force or each action has its own reaction of equal magnitude and opposite direction، يبقى لو أنا مثلا بعمل pushing لجسم بفورس معينة مفروض إن الجسم ده بيعمل رد فعل عكسي اللي هي الاف داش، اللي هي لو تفتكروا حتى كنا بنشوفها في الميكانكس اللي هي بتاع ثانويه عامه، ان اي اوبجكت لو كان اتريست كده خلاص المفروض ان هو بيبقى ليه ويت او وزن اللي هو الام جي، وكنا نقول ان في رد فعل للمنضده او اللي هي التيبل على الجسم، وكنا بنقول ان لو ما فيش حركه في الاتجاه الراسي ده كنا بنقول ان الان بتساوي الويت او الام جي، فده برضو من تطبيقات اللي هو قانون نيوتن الثالث. تمام المساله السابقه اللي احنا كنا لسه بنشرحها من شويه صغيرين لو رجعنا لها تاني، تمام احنا كنا هنا يا شباب حسبنا الاكسلريشن او العجله، تمام ممكن يطلب مني بقى في نفس المساله دي
يقول لي find the equivalent force أو عايزين نحسب الفورس. طب أنا هحسب الفورس إزاي؟ طالما أنا جبت الأكسلريشن يبقى أقدر أحسب الفورس اللي هي بتساوي M في إيه. بس طبعا لازم في الأول في أول مسألة يقول لي مثلا إن الكار سي مثلا of مثلا 400 كيلوغرام مثلا لو عربية يعني مش تقيلة قوي يعني. فمثلا عطيني الماس بالقيمة دي يبقى أنا حعمل multiplication الماس في الأكسلريشن علشان أطلع الفورس واليونتس بتاعت الفورس الستاندرد اللي هو النيوتن زي ما انتوا عارفين. النوع ده بقى من المسائل لان في مسائل تانية في الانترنس اكزام on the same concept ان ممكن المسألة تبدأ بالعكس ان يقول لي ان في steady force او constant force يبقى ابدأ من القوة الثابتة دي واحسب منها الاكسلريشن. يعني كأن المسألة بالعكس يا شباب ان من القوة احسب انا العجلة وادخل بقى بالعجلة او الاكسلريشن دي في معادلات الحركة واشوف ايه اللي مطلوب الانيشال فيلوسيتي فاينل فيلوسيتي ديستانس او تايم اللي هي السرعه الابتدائيه والنهائيه والمسافه والزمن والحاجات دي كلها نقدر ان احنا نجيبها بمعلوميه الاكسلريشن. وطبعا ان هيبقى في جيفنز اخرى او معطيات اخرى موجوده في المساله. فدايما الاكسلريشن لما تبقى موجوده في المسائل وارد جدا ان انا احسب منها الفورس او ان يبقى معطى الفورس او القوه واحسب انا منها الاكسلريشن. تمام. فده بالنسبه لتطبيق النيوتن سكند لو او قانون نيوتن الثاني مع معادلات الحركه. طيب لو نرجع تاني للوايت بورد ونحاول ان احنا نشرح برضو او نفكركم بكونسبت تاني اللي هو كونسبت الفيكتورز. خلينا نفتكر كده ايه الفيكتورز اللي هي المتجهات. المتجهات المقصود بيها ان يبقى في كمية فيزيائية معينة يبقى ليها magnitude and direction اللي هو مقدار واتجاه. خلاص؟ زي ايه مثلا؟ زي ال velocity، زي ال displacement اللي هي الازاحة، زي متجه السرعة، زي العجلة او متجه العجلة، وهكذا زي ال force مثلا. فكل دي كميات او القوة، كل دي كميات متجهة ليها مقدار واتجاه. خلاص؟ طيب في حاجه اسمها السكيلرز او الكميات القياسيه اللي هي الكميات اللي هي مرتبطه بس بالمقدار. زي مثلا ان انا اقول دلتا اكس او دي مثلا لكن اقول عليها ديستنس اللي هي المسافه. وهبقول لكم حالا مثال بسيط اللي هو يعني يفرق ما بين الديستنس والديسبيسمنت. في كمان حاجه اسمها السبيد. السبيد اللي هي السرعه، لكن السرعه احيانا بهتم بالمقدار بس. زي مثلا في العربيات احنا بنركبها اعداد السرعه اسمه سبيدوميتر ما اسموش فيلوسيتي ميتر، لان انا في قياس السرعه بتاعت العربيه انا ما بهتمش بالاتجاه، انا بهتم بالمقدار. خلاص؟ طيب زي ايه مثلا؟ زي الماس او الكتله، زي التايم او الزمن، زي مثلا الانرجي او الورك اللي هو الطاقه او الشغل. كل الحاجات دي كميات قياسيه نهتم فقط بالمقدار ولا وجود للاتجاه في الشغل بتاعنا. فمثال بس سريع على الفرق ما بين الديسبيسمنت والديستنس. لو انا ببتدي مثلا حركه من 1 لـ2 وبعد كده من 2 لـ3 ومن 3 مثلا لـ4. تمام؟ مثلا هنا كانت المسافات 1 متر مثلا 2 متر، هنا مثلا 1 متر. والمسافه المباشره دي مثلا يعني انا هفترضها كده بالارقام، طبعا ممكن نحسبها لو بزوايا ونقفل هنا مثلث وهنا في مثلث ويبقى هنا في مستطيل، لكن تسهيلا عليكم لان انا عايزكم بس تعرفوا الكونسبت او المعنى اللي هو ما بين الازاحه والمسافه. لو مثلا المسافه دي كلها مثلا 3 متر مثلا، يعني المسافه المباشره. خلاص؟ فممكن يقول لي find both distance and displacement between points 1 and points 4 between points 1 and 4. فعشان امشي من الواحد للأربعة لو مسافة، بتكلم على المسافة الفعلية المقطوعة يا شباب، ودي لازم تبقى موجودة، ما ينفعش تبقى بزيرو لان زيرو معناها ان انت ما اتحركتش وما قطعتش مسافة. خلاص؟ So here the distance would be the sum of the actual covered distances اللي هي حجمها 1 زائد 2
زائد واحد يطلع بأربعة، واوعوا تنسوا اليونتس لأنها مهمة جدا وبتنقص درجات فخدوا بالكم خلاص. لكن في حالة الديسبليسمنت أو في حالة الإزاحة إحنا بناخد الدايركت باثوي أو المسافة أو المسار المباشر ما بين النقطة واحد والنقطة أربعة اللي هي موجودة على الرسمة اللي هي 3 متر خلاص. خدوا بالكم يا شباب، وارد إن الديسبليسمنت تطلع بزيرو، بمعنى لو مثلا بصوا الرسمة اللي على جنب دي، لو أنا ابتديت من نقطة واحد رحت الاثنين وبعدين ثلاثة وبعدين أربعة ورجعت الواحد تاني، أصبح نقطة البداية هي هي نقطة النهاية، يبقى ده معناه إن الشيفت أو الإزاحة أو الديسبليسمنت بكام؟ بزيرو. لكن الديستانس مش بزيرو، أنا قطعت مسافات اللي هي المسافة دي زائد دي زائد دي زائد دي وهكذا خلاص. فده بس كان مثال على الفرق ما بين الإزاحة والمسافة كفيكتور وسكيلر كوانتيتيز. طيب لو نرجع تاني برضو نفتكر مع بعض كده الفيكتورز، الفيكتور المفروض ان هو بيتميز بطريقتين، يا اما ان هو يتميز بماجنيتيود وانجل، وساعتها الفيكتور لو عندي فيكتور ايه مثلا بكتبه كده في صورة ماجنيتيود وانجل اللي هي زاوية ميله مع محور اكس الموجب او محور سين الموجب. يبقى مثلا لو انا عندي مثال بالارقام، لو عندي الايه ده 5 متر، لو ده كان ديسبليسمنت مثلا طبعا ممكن يبقى الايه ده يبقى قوه يبقى 5 نيوتن، ممكن تبقى فيلوسيتي تبقى 5 متر بير سكند واتيفر. يعني احنا بنقول بشكل عام ان لو الايه ده كان 5 5 ايه حتى it depends on the physical quantity المهم يعني. وعندي هنا مثلا انجل مثلا نقول كام مثلا 53 درجه مثلا، يبقى كأن الفيكتور ده ممكن اكتبه بطريقتين يا شباب، حاجة اسمها polar coordinates او احداثيات قطبية، ان انا اقول 5 وانجل 53 degrees واحط بقى الوحدة بقى زي ما اتفقنا متر متر على الثانية نيوتن على حسب الفيزيكال كوانتيتي او الكمية الفيزيائية اللي احنا بنشتغل بيها. وفي طريقة تانية يا شباب اللي هي طريقة الكارتيزيان coordinates او الاحداثيات الكارتيزية اللي هي مرتبطة بالاكس والواي او السين والصاد، ان انا اعمل تحليل او ريزوليوشن للاي كومبوننت في الاكس وكومبوننت في الواي، يعني يبقى في اي اكس ويبقى في اي واي تمام. فيبقى هنا هكتب الفيكتور بطريقه تانية، ان الاي عباره عن المركبه في اتجاه الاكس وجنبها حاجه اسمها متجه الوحده في اتجاه الاكس، حاجه اسمها اليونت فيكتور في اتجاه الاكس، زائد اي واي اللي هو متجه ال اي واي اللي هو المركبه في اتجاه الواي في الجي اللي هو متجه الوحده في اتجاه الواي. طبعا متجهات الوحده دي اللي هي الاي والجي الماجنيتيود او المقدار بتاعها بواحد، يعني مش مؤثره من وجهه نظر الماجنيتيود، لكن الدايركشن بتاعها مهم جدا اللي هو الاتجاه اللي هو بيعبر يا اما عن الاكس يا اما عن الواي تمام. طيب السؤال بقى ازاي احول من البولر للكارتيزيان والعكس صحيح؟ دي معادلات كنا بناخدها في ثانوي افكركم بيها بدون الدخول في تفاصيل الاصل بتاعها، وان كان طبعا تفاصيلها موجوده اونلاين في كتب الفيزياء والميكانيكا اللي هي بتاعت ثانوي والرياضه كمان، وموجوده بتفصيل اكبر كمان في الانجليش فيرجن اوف ذا كي سي اس تي ريفيجن فور فيزكس اللي هو الفيديو او الفيديوهات اللي هي بالانجليش اللي موجوده على اليوتيوب. فهنا القوانين فكرتوا بيها ان الاي اكس ايكوال اي كوزاين ثيتا، يعني الاي اللي هو المقدار ده من الرسمه في كوزاين ثيتا تاخد المجاور على طول اللي هو الاي اكس، وده منطقي لان الكوزاين تعرفها الاصل مجاور على وتر اصلا adjacent over hypotenuse خلاص. وات اباوت اي واي؟ اي واي ايكوال اي ساين ثيتا تمام. يبقى لو انا عندي الاي مثلا خلينا نقول بقى مثال بالارقام اللي انا كنت لسه بقوله ان الاي 5 وزاويه 53، لو عايز اجيب الاي اكس هتبقى 5 كوزاين 53 هتطلع تقريبا ب 3 3 وكسور بسيطه هتطلع تقريبا ب 3 او يعني اقل من 3 وحاجه بسيطه اتس اراوند 3. والاي واي هقول انها 5 ساين 53 اللي هي هتطلع ب 4، يبقى ساعتها الفيكتور يا شباب نقدر نكتبه بالطريقه دي 3i plus 4j تمام كده؟ طيب طبعا لو كان في عندي كومبوننت في الكي كمان بنكتب اللي هو كومبوننت في الزد بنكتب كمان ايه زد كي، لكن في المساله بتاعتنا احنا شغالين على 2 dimensions فقط
اللي هم الاكس والواي. طيب العكس يا شباب، لو انا عندي خلينا برضو نشرحها على الوايت بورد، لو انا جيفن الاي اكس ان هو مثلا بثلاثة والاي واي باربعة، هاو تو كالكوليت؟ لو انا عندي الاي اهو وادي الانجل ثيتا وده الاي اكس وده الاي واي، والاي واي اللي انا ممكن انقله على الواي اكسس ويبقى الاي واي هنا، ات دازنت ماتر يعني الاثنين زي بعض خلاص. فهنا لو انا عايز اجيب الماجنيتيود بتاع الاي هيبقى من نظرية فيثاغورس ان الاي بتساوي روت اي اكس سكويرد بلس اي واي سكويرد، فهيطلع هنا الناتج لو حسبتوها هتطلع بروت 25 او تطلع 5، والانجل اللي هي ثيتا هيبقى القانون بتاعها تان انفرس او شيفت تان للاي واي اوفر اي اكس، ونقدر نطلع الثيتا لو حسبتوها على الكالكوليتر هتطلع 53 ديجريز. يبقى احنا كده اتعلمنا بسرعه ان احنا هاو تو كونفرت from polar to cartesian or cartesian to polar خلاص. في مساله في الجايد اللي احنا عطينه لكم او الاكزامبل اللي احنا عطينه لكم فور انترنس اكزام اللي هو على الويب سايت، ان احنا بنحول من اي اكس واي واي بنجيب الاي اللي هو ده بنسميه يا شباب الماجنيتيود او المقدار خلاص، والثيتا اللي هي الدايركشن او الاتجاه خلاص. بقى دينا اهوت اخدنا مثال، ومثال سهل جدا ما فيهوش حاجه. طيب في بس ملاحظه ان ممكن يطلب مني في حاجه زي دي يقول لي ايه find the unit vector of a، find unit vector of a. اليونت فيكتور of any vector ليه قانون مشهور جدا اللي هو المتجه على مقدار المتجه. يعني ايه؟ يعني المتجه بتاعنا كان اي اكس ب 3 والاي واي ب 4 خلاص. يبقى ده معناه لو بس نكتبها فوق كده يبقى الاي كفيكتور ايكوال 3i بلس 4j، ده معناه ان الاي اكس ب 3 والاي واي ب 4 خلاص. يبقى لما نيجي نجيب اليونت فيكتور اوف اي هتبقى 3i بلس 4j على الفيكتور او الماجنيتيود بتاع الفيكتور اللي هي 5. ماجنيتيود الفيكتور اللي احنا حسبناها من هنا يا شباب وطلعت اللي هي من روت اي اكس سكويرد بلس اي واي سكويرد وطلعت بخمسه. يبقى انا هقول هنا هقسم الخمسه او هدخل الخمسه ديفايدد في الاثنين كومبوننتس، يبقى 3 اوفر 5 اي بلس 4 اوفر 5 جي. فده لو بس طلب مني في الاخر فايند ذا يونت فيكتور اوف ا سيرتن فيكتور، فساعتها ان انا اجيب الفيكتور واقسمه على الماجنيتيود بتاعه. تمام؟ في برضه من الافكار اللي هي بتاعه الفيكتورز وموجوده في الانترنس في الاكزامبلز او الجايد اللي هو للانترنس اكزام التمبلت اللي احنا حطيناها لكم على الويب سايت، اللي هي تحليل اكتر من فيكتور وجمعهم مع بعض خلاص. يعني مثلا خلينا نشوف الاكزامبل ده من الجايد. بصوا مثلا لو شفنا الاكزامبل ده، الاكزامبل ده موجود عندكم في الجايد، بيقول لي an empty box is pulled by two men او two forces، يعني two men would apply two forces as shown ان في F1، ال F1 دي 10 نيوتن and F2 equal 15 نيوتن، وgiven هنا الزوايا اللي هي 26 و57. المطلوب بيقول لي ايه؟ find x components and y component او x component and y component of the resultant resultant force. يعني عايزين نجيب محصلة القوة بس عايزين نجيبها الاول مركبات في اتجاه الاكس واتجاه الواي. افكركم دي من سنة وكنا بنعملها ازاي يا شباب. المفروض لازم عند نقطة تلاقي القوة لازم بنرسم الاكس والواي بالشكل ده، دي اول حاجة. الحاجة الثانية الاف 1 هنعمل لها ريزوليوشن ازاي؟ هيبقى في هنا F1 كوزين ثيتا الزاويه بتاعتها اللي هي 26 درجه، ويبقى اوتوماتيك هنا هيبقى الواي اكسس بتاعتها اللي هي F1 ساين 26 ديجريز. تمام؟ طيب اللي ما فهمش دي حاول يفهم اللي جايه. وات اباوت F2؟ ال F2 هنعمل لها برضو تحليل لمركبتين، هيبقى في هنا 1 كومبوننت اللي هي F2 كوزين 57
دايما يا شباب الاكسس المجاور للزاوية هو اللي ياخد الكوزاين خلاص، والاكسس البعيد عن الزاوية هو اللي ياخد الساين. يبقى هنا الاكسس ده اللي هو النيجاتيف واي بعيد عن الزاوية 57 فهياخد هو الساين، يبقى هنا F2 ساين 57. وبناء عليه من الشكل اللي قدامنا ده الاثنين دول مع بعض، الاثنين كومبوننت دول مع بعض هيتجمعوا في اتجاه الاكس الموجب، يبقى هنقول هنا FX اللي هي الريزلتنت هتساوي مجموع القوتين دول اللي هي F1 كوزاين 26 بلس F2 كوزاين 57. طيب عايزين نجيب الاف واي، الاف واي هتبقى انا عندي كومبوننت للاف واي في البوزيتيف وعندي كومبوننت للاف واي بالنيجاتيف، يبقى اف 1 ساين 26 ماينس اف 2 ساين 57 تمام. وطبعا الاف 1 والاف 2 عندي بالارقام، يبقى انا اقدر احسب الاف اكس بالارقام بنيوتن والاف واي بالارقام بنيوتن. لو رجعنا تاني للوايت بورد، انا طالما جبت الاف اكس نت والاف واي نت اللي هي الريزلتنت او المحصله في اتجاه الاكس والواي، يبقى ساعتها اقدر اجيب الريزلتنت الماجنتيود بتاعها اللي هو هيبقى روت اف اكس سكوير بلس اف واي سكوير، طبعا بنقصد النت يا شباب خلاص اللي هي المحصله. يبقى انا كده بجيب المحصله بتاعه القوه بنيوتن، تقدر تحسبها بالكالكوليتر، والثيتا اللي هو الدايركشن اوف ذا اف نت اللي هو هيبقى تان انفرس اف واي اوفر اف اكس. بس طبعا لازم تحدد الكوارتر او الربع، هل انت واقف في الربع الاول الربع الثاني الثالث الرابع، وتمثل الاف نت دي على الرسم تمام. طيب اخر حاجه في المراجعه بتاعتنا، لو رجعنا تاني بس للاكزامبلز اللي هي بتاعه الجايد فور ذا انترنس اكزام اللي موجوده على الكي سي اس تي ويب سايت، في مساله عايز برضو اوريها لكم اللي هي المساله حاجه زي المساله دي كده اللي هي حاجه اسمها او يعني ان انا احط الفورسز على الرسم اللي هي حاجه اسمها فري بودي دياجرام، يعني ان الشكل اللي قدامي ده بحط بس القوة اللي موجودة على كل ماس أو كل أوبجكت من دول. فمثلا هنا إحنا عندنا مثلا في الرسمة دي M1 و M2 connected by a massless string، يعني الاثنين مشدودين لبعض والاثنين مع بعض مشدودين بقوة اللي هي ال F. تعالوا نشوف كده يا شباب نفكر إيه القوة اللي موجودة في حاجة زي دي. مبدأ إيه؟ من قبل ما اشوف حتى ايه المطلوب، وطبعا المطلوب بيقول لي draw separate well labeled، يعني مع توضيح البيانات على الرسم free body diagram، او ان احنا نرسم الشكل اللي هو بتاع الفري body اللي هو كل جسم من دول ايه القوة المؤثرة عليه خلاص. تعالوا نفهم كده بشكل عام ايه القوة المؤثرة على السيستم. بصوا يا شباب السيستم ده بشكل عام ال M1 وال M2 كأنه one system، وكأن one system ده would be pulled by the force F، وساعتها هيبقى ال F دي هتساوي M1 plus M2 في A، وال A دي اللي هي الاكسلريشن بتاعت السيستم اللي هتبقى الاكسلريشن of each mass individually، يعني الاكسلريشن دي هتبقى الاكسلريشن بتاعت السيستم بالكامل اللي هي M1 و M2 مع بعض وهم بيتحركوا مع بعض لان مشدودين الاثنين بحبل او مربوطين بحبل، وهي نفس الاكسلريشن اللي هتبقى ابلايد على M1 او M2. ده لو انا بتكلم على السيستم اوفرول. طب لو انا عايز ادخل بالتفصيل اكتر جوه كل ماس من دول، تعالوا نشوف. اولا ال M1 مثلا ايه الفورسز اللي عليها؟ مبدئيا ال M1 ليها ويت اللي هو M1G خلاص؟ والمفروض ان في رد فعل من التيبل اللي هو ال M، وطالما ما فيش حركه في الاتجاه اللي هو الرأسي يبقى كأن ال N1 equal M1G تمام كده؟ طيب بالنسبة بقى للقوة الأفقية، ال M1 مشدودة هنا بالحبل، لو تبصوا كده على الرسمة هتلاقوا إن في شد في الحبل فده هنسميه T1، وساعتها يبقى T1 دي هتساوي M1A، نفس الـ A هي بس التنشن طبعا أقل من الـ F، لأن خدوا بالكم التنشن أو الشد اللي موجود في الحبل ده
بيشد الام 1 بس تمام، وبالتالي التنشن ده اقل من الاف. الاف دي المفروض ان لازم تبقى اكبر عشان تشد الكتلتين مع بعض، لكن التي 1 ده هيبقى حاجه بسيطه نسبيا لان هي هتبقى مسؤوله عن شد الام 1 فقط. طيب لو انا حبيت افصل الام 2 واتعامل معاه لوحده، تعالوا نشوف ايه القوة اللي بتأثر على الـ M2. مبدئيا في هنا الويت اللي هو M2G، وفي هنا الـ N اللي هي N2، ويبقى الـ N2 equal M2G. خلاص؟ يبقى رد الفعل اللي هو الخاص بـ المنضدة أو التيبل اللي محطوط عليها الماس هتبقى المفروض بتساوي الوزن اللي هو M2G. طب what about the forces؟ المفروض الـ M2 بقى لو تاخدوا بالكم عليها تو فورسز. لو انا بفصل الام 2 عن الام 1 يا شباب، مفروض ان في هنا الاف اللي هي ام 1 بلس ام 2 في ايه، لكن خدوا بالكم بقى لو دخلنا بالتفصيل، وهعملها لكم بلون مختلف، لو دخلنا بالتفصيل جوه الحبل، بصوا كده انا هطلعه بره، ادي الحبل اهو اللي هو ماسك في الام 1 وماسك في الام 2. لو تاخدوا بالكم الحبل ده المفروض ان فيه شد كأنه هو عايز يشد الام 1 تمام، لكن في كمان جوه الخيط لان الخيط متزن، فجوه الخيط هيبقى فيه رد فعل للتي 1 هتبقى قدها في المقدار لكن اوبوزيت ان دايركشن او عكسها في الاتجاه، وبالتالي الام 2 ده هيحس برد الفعل بتاع الشد، يعني كان هنا هيبقى فيه تي 1. خلاص يبقى على الام 2 فقط هيبقى فيه الاف والتي 1 تمام، لكن على ده على الام 2، لكن على الام 1 اللي هي هيبقى فيه الشد بس اللي هو ام 1 ايه، ولو على السيستم كله يبقى كان التي بتكنسل التي او بتضيع تاثير التي لان ده فعل ورد فعل، ومش هيبقى لك غير الاف الخارجيه اللي هي القوه المؤثره. خلاص فكان السؤال بس ان احنا نرسم الفري بودي دياجرام او رسمه القوه اللي هي على الام 1 والام 2، وكمان عملت لكم حاجه زياده اللي هي رسمه الفري بودي دياجرام لو على السيستم بالكامل اللي هو ام 1 وام 2 كلهم مع بعض as one unit. طيب دي كانت مراجعه سريعه على بعض الاجزاء، زي ما قلت لكم في اول الفيديو وباكد عليكم ان المراجعه دي مجرد بس احنا بنعمل ريفرش للماتيريالز اللي انتم بتدرسوها من ثانوي، لازم تراجع بشكل سريع على المنهج بتاع ثانوي الخاص بالفيزياء، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان يا ريت لو برضو لازم تبصوا على الانترنس اكزام تمبلتس او جايد او اكزامبلز اللي هما في اتنين اكزامز احنا حاطينهم يعني از جايد، يعني مجرد بس ان ايه امثله بتتمرنوا عليها، وممكن تحل حاجات اضافيه اونلاين ان انت ممكن تشوف مسائل فيزيكس فور ممكن نقول اليمنتري فيزيكس او الفيزياء اللي هي فور بيجنرز، ممكن ان انت تحل برضو بعض المسائل ان انت تتمرن عليها. وزي ما قلت لكم ان في فيديو او مجموعه من الفيديوز completely by English are well prepared by one of KCST staff دكتور مشتاق لون، والانجلش يا ريت يا شباب ان انتم تعودوا عليه. انا حاولت ان انا اقول ميكس عربي وانجليزي، لكن الافضل ان الاكسبريشنز عايزه تثبت في دماغكم. لو انا متعود من ثانويه عامه اللي هو العربي، لازم ابدا اتعود من دلوقتي كلمة velocity اللي هي السرعة، كلمة مثلا displacement اللي هي الإزاحة، الفورس القوة، وهكذا إن أنا أبدأ أتعود على المصطلحات اللي هي بالإنجلش. أتمنى ليكم التوفيق جميعا في الامتحان، جود لك إن شاء الله، وتحلوا في الإنترنس إكزام بشكل مميز بإذن الله، وإن شاء الله ننتظركم في KCST سواء في الفاونديشن ليفل أو في الديجري ليفل، ننتظركم على خير إن شاء الله. وان شاء الله تبقوا مرتاحين ومبسوطين معانا في KCST على مدار الاربع سنين او اربع سنوات ونص غير الفاونديشن ليفل لو وجد، باذن الله تطلعوا مهندسين كويسين جدا ان شاء الله، سواء في التخصصات لالكتريك انجينيرنج او كمبيوتر انجينيرنج او كمبيوتر ساينس، تطلعوا بكواليتي بالتيتشنج كواليتي او النولج كواليتي تبقى عالية إن شاء الله، بلس إن كمان تحاولوا تستفيدوا من التطبيقات العملي والبروجيكتس الكتير
اللي احنا بنعملها بحيث ان انت تطلع مش بس مهندس فاهم نظريا لكن كمان مطبق في حاجات كتير عمليا ويبقى عندك very well hands on skills in different disciplines like electronics like programming and so on. فان شاء الله ننتظركم على خير في KCST واتمنى لكم التوفيق في الامتحان ان شاء الله. السلام عليكم.